نوعه، لان هو يعني تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيزور الامارات حاليا. كان في جوله في احد المراكز التجاريه في دبي، ويعني كان بصحبه الشيخ محمد بن راشد. وتعالوا نعرض هذا المقطع ونرجع نشوف ايه المشهد ده تم ازاي. ويحفظ مصر واهلها، والله يدعي لك ودعي لك دائما. جزاك الله خير. الله يوفقك. اسمك احمد الكسري. نعم. الله يوفقك. اللي عندي الديرة امن وامان، دير المسلمين كلهم. ويحفظ مصر واهلها، والله يدعي لك. امين. وادعي لك دائما. جزاك الله خير. الله يوفقك. اسمك احمد الكسري. نعم. الله يوفقك. اللي عندي الديرة امن. طيب دلوقتي معايا للتحاور حول هذا الموضوع الاستاذ محسن سميكة، الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسه. مساء الخير استاذ محسن. مساء الخير استاذ معتز، تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. انت كنت موجود مع الرئيس في الامارات، وعايزين نعرف زياره المول دي، يعني هل ده تمشيا مع عادات يعني حكام الامارات؟ دايما بنلاقيهم لما بنروح كده هناك بيظهروا كده هناك، هل عايزين يعرفوا الرئيس السيسي على يعني على بلدهم، ولا جاء في اي اطار؟ بدايه دي الزياره السابعه للسيد الرئيس للامارات، زار دول مجلس التعاون الخليجي كلها، السعوديه، الامارات، البحرين، الكويت، وطبعا اخيرا سلطنه عمان قبل ما يتوجه لابو ظبي. دي الزياره رقم سبعه للامارات العربيه المتحده، علاقه قويه طبعا، تقريبا تفوق كل علاقاتنا مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، برغم علاقتنا القويه بالسعوديه وباقي دول المجلس، ولكن علاقه بالامارات تحديدا علاقه قويه. ليس هذا المشهد هو الاول من نوعه، كان في قبل كده جوله حره بين السيد الرئيس وبين محمد بن زايد في شوارع دبي بالسياره الخاصه به، ولفوا لاكثر من مكان وراحوا اكثر من مول تجاري، طبعا واحده من اكبر العواصم يمكن على مستوى العالم المؤمنه، وعاصمه تجاريه كبيره واهلها عدد سكانها مش كتير، فبالتالي قضيه التحرك بشكل عام اسهل من غيرها في العواصم الثانيه اللي ممكن يكون السيد الرئيس بيزورها. الشعب الاماراتي بشكل عام بيعشق المصريين، يعني حبهم يعني بيصل لدرجه العشق، حتى هذا المواطن اللي استوقف السيد الرئيس برضه مش المره الاولى، كان في قبل كده اكثر من مواطن بيستوقف السيد الرئيس، وبنحب شعب مصر وبنحب اهلها ودايما بندعمهم، وبيكون في يعني دعاء سواء للرئيس او لمصر بشكل عام. فيعني هذا المشهد يكاد يكون مكرر لانه حصل قبل كده ومش جديد طبعا على شعب الامارات بشكل عام. اللي مع الرئيس السيسي يا محسن، معلش انا اسف بقطعك، بس اللي معاه الشيخ محمد بن راشد ولا الشيخ محمد بن زايد؟ الاثنين كانوا موجودين، ما هو تقديرا للسيد الرئيس وانعكاس بقى على قصه العلاقه القويه بين مصر والامارات، توجه ايضا محمد بن راشد ومحمد بن زايد، الاثنين استقبلوه استقبال حافل طبعا كعادتهم دايما في استقبال السيد الرئيس، وكانوا الاثنين موجودين معاه، وده كان حرص منه عشان طبعا الزياره سويعات قليله اذا صح التعبير، هي هتنتهي ان شاء الله النهارده، السيد الرئيس هيتوجه غدا او هيرجع هيعود لارض الوطن بعد 72 ساعه قضاها في مسقط، في زياره ناجحه وقويه رسمت ابعاد جديده او رسمت اعاده العلاقات مره اخرى بيننا وبينهم، وايضا في الامارات للنقاش حول اكثر من قضيه والتقديم واجب التعازي في ما تكلمنا عن الصوره اللي في المول او في مطعم كده او كافيه في المول. يعني طبعا كان معروف او مرتب او معد ليها، يعني عشان السيد الرئيس مش لابس زي الرسمي الفورمال زي ما حضرتك شايف في في الصوره والفيديو اللي قدام حضرتك، عشان في مثل هذه الاماكن والتجول ما يعني بيكون دايما على راحته زي ما بيقولوا، قعدوا في مكان عام في مطعم وطلبوا طبعا زي اي اثنين في الدنيا ممكن يتوجهوا لاي مطعم او مول تجاري اصدقاء ويتجالسوا مع بعض في جلسه صداقه وديه حميمه يغلبها الود والحب، حتى في واحده من المطعم بتشوف طلباتهم ايه في لو ظهر في الفيديو عند حضرتك من خلال منيو، يعني الامور ماشيه بشكل طبيعي وعادي جدا بدون اي تكليف بدون اي شكل يعني يبدو عليه رسميه ويبدو عليه طابع. أيوة. طبعا واخده، فمثل هذه الامور بتفرق معانا في مصر شويه، بنهتم بالحاجات دي، وكمان ايضا في الشعب الاماراتي. عايز اقول لحضرتك الفيديو اللي حضرتك عرضته يعني الناس كلها بدات تتداول دلوقتي على التليفونات المحموله ان السيسي كان بيتجول في شوارع ابو ظبي وانه راح مول تجاري وكان بصحبه طبعا محمد بن زايد ومحمد بن راشد، وفي مواطن استوقفهم ودعا لمصر ودعا للرئيس السيسي، فلفته طيبه وكريمه، وبتزيد مثل هذه اللقطات بتزيد الحقيقه من
العلاقه الطيبه والود اللي ما بيننا وبينهم بشكل كبير، يعني لنا فيهم حقهم بصراحه، يعني طبعًا مهما عملنا أكيد معهم لنا فيهم حقهم. طبعا طبعا دوله شقيقه وشعب شقيق، واحنا بنكن له كل حب وكل تقدير. شكرا للاستاذ محسن سميكه الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسه.